أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكافر، ويستدل بأن قوله إن أبي وأباك في النار كان تطيبا لخاطر ذلك الرجل، وجزاكم الله خيرا؟ تطيب لخاطر الرجل بالحكم على شخص أنه في النار، هل يطيب خاطره؟ لا، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإزالة لما وقع في نفسه من التأثر. فكل من مات على الكفر، كل من مات على الكفر فهو في النار. أبو إبراهيم الخليل ليس في النار؟ ها؟ أبو إبراهيم الخليل ليس في النار؟ ابن نوح، ابن نوح ليس في النار؟ الكلام على عمل الإنسان، ما هو على نسبه، ما هو على نسبه أو حسبه، كلام على عمل الإنسان نفسه. فمن مات على الكفر فهو من أهل النار، ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أليس أبا لهب في النار؟ بنص القرآن، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ما هو على النسب، الكلام على العمل. نعم.